ما تنفع في شيء، وبات قد ابدا حتى من باب المصلحه كما يفسرنا الشهيد الولي رحمه الله عليه، اكد لنا على انه المصلحه حتى الماديه وكذلك المعنويه لا تتاتى الا في خلال التنظيم اللي هو الحزب. وهون يجي قول الله سبحانه وتعالى: جعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب هي الاولى، احنا شعب، احنا امه، وبالتالي عندنا ولاء وبراء الى الولاء لمن؟ الولاء للجبهه الشعبيه تحرير الساكنه الحمراء، الولاء للشعب اللي قدم تضحياته. الناس اللي قدمت تضحيه ما قدمتها باسم قبيله ابدا. وجبهه البوليساريو لما تاسست سنه 10 مايو 1973 اسستها من اجل هناك شعب كما يقول الشهيد الولي، حتما وجود شعب موجود. لا غروا على انه الناس المتساقطه موجوده، والناس اللي اساسا ما عندها وعي سياسي ولا عندها، تحاول على انها تعيش في مستنقع الكواغماير الموجود. والاسف الشديد على انه لما نجد كذلك الاجهزه تستخدم هؤلاء الاماعات ولكنها بعنايه وبدقه. ما تشوفوا هذا تقولوا راهو فويسد والله عذيره والله واحدين ثاني قالوا هبيل. لا لا لا، اخبط الماريوانا اخبط الماريوانا، يخبط الفانيد يخبط الفانيد، يخبط كل شيء. هوموسيكسيال هوموسيكسيال، شأنه ذا يعني هو حماعه، ولكن على انه يستخدموا هذه الناس المتساقطه ولكن يوظفوها في عمل طريقه مباشره ولا طريقه غير مباشره. وهذا هو الفعل اللي مقيوس به الشعب الصحراوي وحدته وصموده. وكلما كان الشعب الصحراوي يصمد امام هذا النوع، حاولوا يزرعوا لنا فلان يحكمكم فلونيين، ثم صناقه وانتم ما نعرفهاش وانتم ما نعرفهاش، وكانه يحاولوا لانهم كل اللي قال جوبلز. جوبلز في النازي بارتاي، الحزب النازي، يقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب، قالها 3 مرات، قال حتى يعلق شيء في اذهان الناس، ما قال حتى يصدقك الناس، والله حتى تصبح الحقيقه او الكذب حقيقه، لا لا، قال حتى يعلق شيء في اذهان الناس، لا يلصق شيء. الصحراويين والبيضان يقولوا القرض سحر بلا كتاب. اي انت من قرض الفنان وانا قرض له طير صحراوي طير كذا، ولا يقدر يعدوا دول صحراوي شيء من المنافقيه وصحراوي شيء من الانتهازيين، ويعطيك امثله من الانتهازيين. اكيد فينا الانتهازي، فينا الوصولي، وفينا المتسلق، غير مالي ما نخرص مالي، فينا المناضله اللي فوتت 50 سنه وهي تعلم وتربي، فينا المجاهد والمقاتل اللي فوت 50 سنه لا ما نخلص انا حقه ربما نخلص الكاس الفارغ منها ولا خلص حقه الجانب الايجابي منها، اللي حقته الجبهه الشعبيه تحرير الساكنه الحمراء وداب، وحقه صمود هذا الشعب. احنا محسودين لانه حاسدنا مده ما عنده اخلاق ولا عنده قيم ولا عنده مؤسسه اجتماعيه وحاسدتنا. قاعد نسولو نقول له فلان اللي يقول لي انا القدس انا فلان ولد فلان ولد فلان وفلان ونعرف اهله، ولا يقول لي مصطفى ولا يقول لي عمر ولا يقول لي زيد ولا يقول لي كذا. المغربي ما عنده وصل اغلبيتهم. ولد اسود بني ملال ولد خريبقه ولد قلعه ولد كذا، وهذا هو اللي يقولوا. اذا هذا حقيقه توصيف للغنى اللي عند الشعب الصحراوي. اذا بالتالي فضل المنانة سبحانه وتعالى وفضل الصمود الريزيلينس نتاع الصحراويين واللي خلق حقيقه هذا الفعل الوطني الجامع والصامد قبال. شفتني؟ يعني ما عندهم لا دين، شوفوا كيف تاش يكتبوا، لانهم اغلبيتهم كيف اللي قالت عايش الشنه. اغلبيتهم صندي المقاطعة معروف هذا. والرد عليهم نقاش وفتحوا كذا، مضيع الوقت ومضيع الكذا ماديا ومعنويا وكذا. اذا اخواننا انا ماني باغي نطول، ولكن باغي نقول فعلا ذا اللي قال مهم قبال حقيقه النقاش، لانه هذه جات الفرصه جاتنا احنا ما نناقشوا ذي، ولكن زينا عندنا الاخ رامي باش يفهم رامي ويفهموا الاخوان قطعا المهتمين بالحقيقه في اخر المطاف يعرفوا ذا النوع، على انه باش ننزلوا من عليها الى لمناقشه هؤلاء يجب على نوعوا الشعب الصحراوي على انه هذا الهبيل هذا 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 الفويسد العذيره المطروح ما هو مطروح بهكذا، لا ابدا. كيف اللي قلت راه موظف بعنايه بشكل مباشر ولا غير مباشر، طرحوا لك هون وجيبوا لك ثاني مول وجيبوا لك الثالث وجيبوا لك الرابع والخامس والسادس هكذا. ولكن القسم المشترك على انه كيف اللي قلت لك اغلبيتهم هذا بيل فويسد كذا كذا طارح بيع التسيير وبيع ذا كامل مطروح، هم اللي فويسد قاع ما هو عارف قاع هذا قاع ما هو متقبل هذا قاع انا بالنسبه لي قاع مهرج، ولكن الاخر
دائما مطروح يعني حدثك الريفي، احترم راسك الريفي والميار الريفي، احترم انا ماني راسك الله مناقشك، يطول عمرك. ماني مناقشك انا ماني مناقشك. هو صافي كوبي الميكروفون ما تناقشني، ياك مالك مناقشني ما تناقشني. انتوا تكذب معاكم حد من الله يطول عمرك. انا انت يا معه، انت بالنسبه لي انا ماني مناقشك. انا كالخاطب الصحراوي، خطابي للصحراويين الرفاقي، ابناء شعبي، ابناء وطني، اساتذتي، امهاتي، اخواتي محترمات، خوتي المحترمين، المقاتلين، الاطارات في الجبهه الشعبيه تحرير الساقية الحمراء والدم، في شعبي اللي يعنيني انا، نخاطبه ونقول لهم هذا النوع من النماذج تافهه، ما هي قاري مكلخ، ما عنده كذا، كيف اللي قال الاخ الراضي. يعني هذه امور بالنسبه لي شخصيه وكذا، ولكن بغينا نعتوا نديروا هذه دراسه حاله باش تفهم الناس. وقلت على انه يتجاوزك، انت يتجاوز واحدين ثانيين، اعطيت نماذج وما مهم من عندي. لكن انا نتكلم على الناس اللي متقف وراءهم، لانه العناوين الثانويه ما هي مهمه، العنوان الكبير هو المهم. وطالما انه العنوان الكبير، انا ضد احتلال غير شرعي ما عنده علاقه بارضي، بارض اسلافي، بارض اجدادي. دونك جاي لو دروا على ريزيستونس، عندي اعطاته للقوانين الوضعيه واعطاته للقوانين السمائيه. القوانين السمائيه قانون السماء، قانون الاسلام كمسلم سني مالكي، يقول لي مولانا سبحانه وتعالى: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم الا ان يقولوا ربنا الله. هذا واحد. اثنين، قال لي مولانا: لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه او من وراء جدر. من وراء جدر فوفير اتونسيون، شكون اللي دير جدار؟ شكون اللي كيديروا؟ ها هذوك اللي يديروهم هم المشتركين، مولانا سبحانه وتعالى. اذا كل هذا رسائل ربانيه للشعب الصحراوي المقاوم المجاهد المقاتل اللي صبر قدام كل حقيقه. يعني هذا النوع المتساقطين اللي يود ما يتساقط على الموائد، المناضل ينتحر طبقيا في الفكر وفي السياسه. المناضل هو ينقز من عنه، ينزل من عليائه كل شيء كبار، وكل يعني وتوماس سانكارا وباتريس لومومبا، هذو زعماء بالنسبه لنا يعتبرون مثل وهوارب مدين وشهيد الولي. ان يكون في عليائه، ولكن ان ينزل حقيقه من تلك يعني البرج وينقز ويعتنق الفكر الجماهيري، ويقول بأني أنا ما عيني في مال وما عيني في جاه ولا عيني في كذا، أنا اعتنقت الفكر الجماهيري. هذا هو اللي قام به جبهة بوليزاريو اللي طلعت فيها، قيموا مباشرة مع شعبهم واستشهدوا في البداية شهيد ولي ورفاقه، يدافعون على أنه اللاجئات يرفعوا مؤامرة كبيرة اللي هي مروكية موريتانية وظيفية فانكشنال، ولكن اللي وراها الإمبريالية. أنت ناقش أنا مع واحد من الراجل الأمريكان دير لي كذا حشومة يعني. عار يا عباد الله، قال واحد. فمش ما نطول أخرامي يا عباد الله، رحل شكرا جزيلا. شكرا. بغيت نقول مسألة واحدة، طالما قلت لنا وجهني وأنا مشكور، أنا دائما حقا تحت إشارة رفاقي وجهوني مشكورين. أنا زين عندي، طالما أنك سويت عن المهم والأكثر.